السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم معي في قناة سامية فرحان. هذا الموضوع ديال قناة مربوحة اللي هو ما بين الزوجين سميرة ويونس، أنا غنطرق ليه غير من هذا الباب. غنفتح قوسين وبسرعة غنحط لكم بعض الكلام اللي قالوه بعض النساء وواحد الاخ. انا مشيت انا نقول لكم شهاده ضد سميره او كذا، ولكن واقع هاد الناس عاشوا وتشاركوا بصفتهم، عاشوا مع هاد الشخصين. اول حاجه بغيت نقول لاي واحد يستمع لهذا الفيديو اللي تيشوفه انه يستمع ليه بعقل سليم وقلب سليم. اذا كان عندك اي ربح من هاد القضيه، مانيتها انك غتربح الادسنس، انك تتروج للاسم ديالك، انك تحاول تروج لشي جمعية معينة او فكر معين، باغي دير السلطة ديالك في المجتمع، حاول تحط داك الشيء لجنب وفكر غير بالعقل. والرسالة العظمى والاصل هي الاخت سميرة. اخت سميرة قالت انا خريجة جامعية وكذا، وانا يا يعني اختي، انا بغيت نقول لك انا شفت بزاف الناس ماشي خريجين جامعيين فقط، دكاترة في مجالات مختلفة، وتجلس تربي ولادها وتقابل دارها. علاش؟ لانها تؤمن بهذه المسألة وتتمشي مع الزوج ديالها في اي مسار. تتلقاها هي بنت فرنسا او بنت بلجيكا او بنت هولندا ولا بنت امريكا ولا بنت كندا، يعني مولودة في هذيك البلدان، والديها كنديين ولا اي بلد اخر، وتتمشي مع الزوج ديالها الا بغى ينتقل لبلد الام، وتتعيش مع جميع الطقوس. فالمرأة انها تتبع الزوج ديالها لا عيب فيها، وماشي نقص للمرأة. اوكي، وبغيت نقول لك واحد المسألة اخرى، وهي انا سنحاول نفكر بالمنطق معك، سنحاول نقول علاش انتي تفكري بهذه الطريقة. ما لقيش شي تفسير له. قلت حتى هذيك 100 مليون نقولوا كاع عطاوك منها 20 مليون، دابا شوفي هادشي كاع اللي غتخسري انتيا مهما يكون في العلاقة ديالك. راه كانوا أوقات مزيانة، ماشي كل شيء كان خيب، وخاصك تاخدها بعين اعتبار. حتى واحد ما تعيش 100% السعادة وما كاينش صداع، لأنك أصلا ما غتتمتعيش بالسعادة لك تي دائما سعيدة، فهمتي؟ خاص دائما يكون هذاك التوازن، مرة ماشي سعيدة مرة سعيدة. مرة إنسان خاص يكون يحمد الله ويشكره على الحياة. وشوفي ان من الكلام ديال المهندس انك كنتي تتوجدي تسكني في الدوبلكس، كنتي تتوجدي المشروع، تخليتي على هادشي كله في سبيل واحد المبلغ نقوله كاع 100 مليون. كنتي باغا تاخدي 100 مليون كلها ليك نتيا. تنظن انني نكون مع وليداتي مع راجلي ويكون عندي داري بالشهوة ديالي ومشروع ديالي، غيكون لي احسن بكثير من ان ناخذ هذيك 100 مليون. اوكي، غتقولي لا انا راه ما بغيتش الفلوس. لا لا، سمحي لي يا اختي، راه انتيا الحاجه اللي هي مشيات هي الفلوس، لانك انتيا من نادي ستار راه خرجتي درتي قناه، وما درتيهاش بسميتك بوحدك، درتي قناه سميره مربوحه تي في. علاش؟ لغايه فهمتي عندك واحد الغاية معينة. كان بإمكانك تحلي القناة بدون ما تحط فيها مربوحة تي في، حيت الناس عارفينك. كان بإمكانك تحضني وليداتك، تعاملي مع الأسرة ديال الزوج ديالك مزيان، تبعي المسار القانوني بلا ما تنوضي الصداع، بلا ما تديري هاد الفضيحة لراسك لوليداتك. الانسان اللي شارك معك الحياة واحد على الاقل يعني ما يروج من بين 9 سنين حتى 10 سنين، يعني
هاد الأشياء اللي درتيهم لا يدلوا على مسار تعليمي ثقافي، وللأسف حطيتي راسك دابا تحت القبضة ديال الناس اللي تحركهم غير الأدسنس، ما عندهمش شي ضمير. وحنا تنشوفوهم في ما كان شي مشكل ما بين الأسر هما تيدخلوا فيه وتياخدوا دائما واحد الطرف ديال تشتيت الأسر وتعميق الجرح. ما عملنا شفنا هادوك الناس جمعوا الناس وقالوا لا وهاد، ف هذا هو فين تيجي الوعي والثقافة والتعليم، فهمتيني؟ وانا بغيت نقول لك ان السيدة فتيحة، امي فتيحة، والسيدة نعيمة اللي هي صاحبة امي نعيمة البدوية، الكلام اللي قالوا تبين على انهم مقارين الحياة كتار منك انتي. وخنتي تدعي انك مشيتي للجامعات، هما القراية ديالهم فاتت القراية ديالك، والفهم ديالهم فاتت الفهم ديالك. ونقول لك راه قالتها هذيك، يعني الهضرة ديالهم كافية، الهضرة ديالهم. والمهندس راه قال شنو جرب شاف بعينيه وسمع. فانا تنقول لك، وكذلك لأي ناس اللي باغيين يتبعوا، انا عارفه كاين بزاف النساء تيشوفوا راسهم في سميرة حيت هي مظلومة. بغيت نقول لك اختي، الا كنتي مظلومة دعي لله بكي ليه، فهمتيني؟ ومادام انتي صابرة خدي المثال ديالك آسيا زوجة فرعون اللي وعد الله بيت في الجنة، علاش؟ حيت صبرات ودعت لله. أما إنسانة اللي تتفضح وتدير الشوهة باش تربح الفلوس، هذوك الفلوس ما عرفت واش غتوصل ليهم تمتع بيهم، واش غتمتع بيهم ولا ما تمتعش بيهم، فهمتوني؟ وهذا راه ماشي مثال إيجابي ديال المرأة. في ما شي امرأة تشوف راسها في الضيق تعرف أن الوسيلة الوحيدة هو الله، هو الله. الله عنده مفاتيح المخازين الدنيا أول حاجة، وأنه ممكن يصلح لك الزوج ديالو لك لا فيه شي عيب، ممكن يسر لك شي واحد يصلح لك الأحوال ديالك بدون ما تشكينتي على ذاك الشخص، فهمتيني؟ إذا كانت مادية أو معنوية أو كذا ما عرفتي، ولكن الدعاء يغير القدر. فأنا بغيتكم يا أخوات أنكم ترجعوا لله، وأنكم تعرفوا هاد الشيء راه تيضرب في الأسرة المغربية أكثر ما تيضرب في هي حقيقة تدمر العقلية ديال المرأة، وكذلك تضرب في الأسرة المغربية، ومن بعد غيأثر على المجتمع. وغنشوفوا التشرد، غنشوفوا نساء ما باغينش يتزوجوا، غنشوفوا نساء تتقول لك يعني هاد الطرق نوع ايه اختي سميرة راه ما توصلوش في الاخير، راه مكاينش اللي تعرف تنوعير قد الشيطان. وفي الاخير راه حنا عارفين انه الوعد ديالو انه سيكون في جهنم خالدين فيها. ف يعني ما تكونيش مصارعة مع الشيطان. هاد الطريق اللي انت اختاريتيها ديال الشوهة والفضيحة ما عمرها كانت طريق سليمة، ما كاين ماشي طريق سليمة، وما كاينش اللي غيقبلها الا انسان اللي هو ماشي سليم. فانا نتمنى تسمعوا هاد الاوديو ديال منعيمة وفتيحة والمهندس، والله يصوب الأمور للجميع. هذاك بالله داك الشيء اللي بقى فيك أمي، هذاك هو اللي فيه الجلد، هذاك هو اللي كانت كتقول فيه حرام، كنقول فيه حرام على هذه كيما يونس. الله يرزيني في عيني هي اللي كيديوني ويردوني إلى أعز الرجولة. أنا بعدا اللي دار معايا كنهضر على راسي، الحياة الحشمة الأصل المفصل الكلمة اللي ما صالحاش ما تبقاش قدام نور عين. علاش كان كيجيني سنين في الفجر من ضويات في الطنوبيل ديالو تركب حداه؟ يمكن ولدي ولدته من كرشي شحال من خطرة كيخطا تيقول واحد الكلمة ما خصوش يقولها قدامه،
الشمس عمر ما قالها قدام. انا شنظر اللي بغى يخطب لي ويدير لي فيديوهات ما عنديش مشكل، انا تنشد باللي شد. وبنت خويا كدار لي بحال شي بلي تفاح شويه، نهار بيناتهم من النزاع هي وراجلها. واش فهمت؟ نهار بيناتهم من النزاع هي وراجلها ماشي انا. واش كانت كتنازع معاه؟ ماشي قال لي ولا قالت لي هي، لا. واش كانت كتنازع معاه على اللي طلعت له مشاهده بيا كتقول له ما تنخلصني؟ واش كتنازع معاه على اللي كتشوفه كتخلص كتقول له عطيني؟ انا لحد الان ما عرفتش. داكشي ما عارفينوش حنا، حنا ما عارفينوش. كان النزاع ديالو لا ما عرفتش النزاع ديال بنت خويا مع يونس. زوينه حنايا في القطار حنا كنتحاوروا، يونس كنسرب واحد الفيديو ديال سميره بان فاش كنت كتهرب عليك خصوصا باش تخرج من القناه. سمعتو؟ سمعتي؟ سمعتي. دابا كنسمع واش كتجاوب ديك المسألة اللي كانت كتقول لهم سجلت وانا غنبغيت نمرضها نفسانيا بغيت نعذبها. انا الله يسامحنا الدنيا وخير، لحقاش انا عملتها؟ الله يسامح كل واحد. وحتى انا عطيت مجهودي في القناة، كنت تركب مع الحمير تنغني تنزوقي تنزغرت، انا تنجد مشاهدة كبيرة ديك القناة المرموحة، تنجد مشاهدة ماشي انا اللي جتها، جابها الله عز وجل. حبب فيا الناس، وحسنا في التعاريف كان كل اللي تيبغيني كل اللي تيقول لي انتي مرا ما فهماش، كنت كنتهاجم وانا كنت غادا باغي بنيتي وتقبلت عند الناس لي الحمد والشكر. كل الناس لا على الاخ يونس ولا امي حاده ولا باك الدور ولا الزوجه المحترمه. علاش قلنا كلام الخير؟ حيت حنا شفنا الخير وقلنا الخير، قلنا داك الشيء اللي شفناه في ديك الدار مزنا ما نقصنا. يقولوا نحسي الكابا ولا معشي شي لغه بحال هاد اللغه هادي هادي يقولوا اللي عجبهم تعرفوا غير الله. حنا كنقولوا الحق، ما رضيناش على الناس اللي قالوا نحسي الكابا، ما رضيناش عليهم، رب عليهم الله، ربي اللي غادي يزاد كل واحد كل انسان على قد فعيله، على قد فعله وعلى قد النيه ديالو. ولكن باش شي وحده توصل تقول شي كلمه على امي وتشوف واحد الوجه اللي عمرها ما حلمات به، هاي القانون الحمد لله. كاين شي حاجه سميتها القانون، كاين حنا فعلا الناس دراوش كاين وغنبانو شكون اللي شكون اللي محط الحدود. واش انا ولا هاد السيده اللي بدات تنتقدني بهاد الكلام هذا؟ هذا الشيء اللي كاين. كنطلب منك قولي الله اعلم، الله قولي الله اعلم، وهزي عينك الفوق شوف واش كاين ربي فوقك ولا لا، ولكن الله هو اللي كيخلص. انا وياك حتى قدام الله وغادي نتحقوا ان شاء الله، ان شاء الله الظلم فينا غياخذ الحسنات نتاع الاخر. هادشي اللي فهد الله. لهنا هذيك داري ومازال نمشي لها، ومازال ولدهم كيجي عندي، ومازال بناتهم كيضيفوا عندي الحمد لله، ومازال بوجهي احمر، ومازال براسي عريان نقص عند دوك الناس. راه عندي وليداتي كيقراو، هذا هو المشكل. علاش؟ ولكن كل واحد كيخلصوا الله. دوك الناس راهم ناس طيبين، ورا الجيران عارفين الحقيقه كلها ديالي انا اللي عشت عند دوك الناس. جيرانهم كاملين طل طل طريق راهم عارفين الحقيقه، ولكن كل واحد يخلصوا الله. داكشي اللي كاين واحد يخلصوا الله، داكشي اللي كاين. حنا المهم حنا كنشكروا كلشي، لا اللي قال العار لا اللي قال الخير، وشكرا لوليداتي اللي كيدافعوا عليا كنعطيهم الشكر الكبير بزاف، وانا فرحانه بهم. وخليوهما وليداتي يا بنيتي خليهم يقولوا الله اللي غادي يزازيهم، الله اللي غادي يخلصهم. رحت شفت الارض وعيننا المكان ورفعنا المأساة وكل حاجة، وبعدين رجعنا تاني البيت تناقشوا بقى في الأفكار اللي ممكن يحتاجوها في التصميم والحاجات دي كلها. كل حاجة، وكان حتى يونس بيستشار معاها في كل حاجة. عايزة تعمل مثلا دوبلكس، تعمل قطعة منهم لأن هما في قطعتين موجودين جنب بعض، عايزة تعمل دوبلكس والحاجات دي والألوان وشكل المطبخ عايزة ازاي والأفكار دي كلها. و كانت الموضوع عادي يعني، كان نورمال مفيش مشكلة خالص. لا 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 كانت حاضرة معانا، كانت حاضرة معانا، كانت حاضرة معانا في كل حاجة. بخير نورمال عادي مفيش أي مشاكل. مفيش أي مشكلة خالص. لأن أنا ما حسيتش ما شعرتش إن في مشكلة حاصلة ما بين طرف وآخرين. عادي مجتمعين وبنضحك، وكما العاده زي ما انا في الكاميرا اللي رحتهم ما شاء الله المائده محطوطه دايما، بيطبخوا في المطبخ مع بعض، بيجهزوا السفره مع بعض، وعادي اسره عاديه عايشه زي اي اسره.
هو كان عايز دار لوحده هو والزوجة بتاعته وأولاده، والدار التانية عايز يعمل فيها مشروع مخصص منه جزء لسميرة، عايزة تعمل معرفش أجانس بتاع إيه، يعني ما اتدخلناش في التفاصيل دي أوي. تمام، بس هو ده كان التارجت الرئيسي، يعني إنه عايز يعمل دار ليه هو وأولاده يسكنوا فيهم. تمام، والدار التانية يعملها تجارية. هو إحنا اتفاهمنا في الآخر على إن الحاج اللي هو جوز أخته هو اللي هيكلف بالتنفيذ والكلام ده، وإن لو يونس احتاجني أنا في أي حاجة تخص التصميمات أو الكنترول أو المراجعة أو متابعة الشغل، أنا هرشح له حد من المهندسين صحابنا اللي بيشتغل معانا في المجال ويفضل رايح جاي، وأنا هفضل معاه في التليفون. ده اللي إحنا اتفاهمنا عليه.